السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله عندنا تدريبات على الوحدة الثانية كلها. إعداد أستاذ عمر مرعي تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم. أولا التعبير، في نوعين عندي من التعبير، تعبير وظيفي وتعبير إبداعي. التعبير الوظيفي يقول لي هنا اكتب لافتة إرشادية تحث فيها زملائك على المحافظة على الماء، يعني زي يافطة كده بتكتبها بتشجعهم إن هم يحافظوا على المية. اتنين تعبير إبداعي، هتكتب موضوع تعبير، يبقى في موضوع التعبير بيكون فيه أفكار، بيكون فيه موضوع، الموضوع هو بتكتب تفصيل للأفكار اللي أنت كتبتها، كأن الأفكار دي مجرد عناوين والموضوع أنت بتكتبه بناءً على الأفكار اللي أنت كتبتها. طب احنا هتقولي إيه الموضوع اللي هكتب عن إيه؟ هو الماء سر الحياة، يبقى أنت هتتكلم عن أهمية الإيه؟ أهمية الماء، وهنشوف مع بعض. ممكن اكتب زي عندي لافتة اهي، الماء سر الحياة. طبعا انت لما تشوف يافطة كده مكتوب فيها الماء سر الحياة هتعرف اهمية المية، ان المية سبب الحياة. او عندي حل تاني اهو، ممكن تكتب لافتة وتكتب قطرة مياه تساوي حياة. طبعا احنا هنا اجابات بتساعدك مش اكتر، ممكن يكون في ذهنك حاجات كتيرة جدا، طبعا كل واحد وايه وشطارته. ده اللافتة دي كده اللي هي المستطيل دوت اللي انت كتبت فيه الماء سر الحياة، او المستطيل اللي كتبت فيه قطرة مياه تساوي حياة. طب انت بتكتب واحد بس مش هتكتب الاثنين، هو عايز لافتة واحدة بس، لان يعني طبعا جايب لك هنا اجابتين، هتختار منهم واحدة او هتفكر وتجيب من دماغك واحدة من عندك. الجزء الثاني اللي هو التعبير الايه الابداعي بقى، هنا شوية افكار بتساعدك. الفكر هنا في 5 افكار، طبعا ممكن تزود عنها، ممكن تكتب غيرها براحتك، ده موضوع انت اللي بتكتبه، انت اللي عايز تشوف انت عايز تقول ايه، مش انا اللي ايه هقول لك تقول، لا ده براحتك، انت عايز تقول كذا اكتب براحتك. يعني ده من الموضوع ده هو انت بشوف ازاي انت بتعبر، انا هشوف تعبيرك انت بتعبر ازاي. يعني احنا ممكن كلنا نروح مشوار مثلا، فانت تحكي المشوار ده حصل فيه كذا وكذا بطريقتك انت، وانا كنت معاك وشايف اللي حصل، لكن انت بتحكي بطريقتك، فانا عشان كده التعبير معناه تعبير، انت ازاي بتعبر عن الموضوع دوت. كلنا بنتكلم عن اهميه الميه بس كل واحد بيتكلم بطريقته. فهنا الافكار هي افكار مش ثابته، انت مش لازم تلتزم بيها، لا براحتك. هي الافكار هنا مجرد بس بتساعدك عشان انت لسه في البدايه. اول فكره عندي الماء سبب الحياه. 2 اهميه نهر الحياه المصريين. 3 قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. 4 معاقبة من يلوث ماء النيل. 5 ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف. قراءة متحررة المحتوى يعني من بره المنهج، قطعة فيها شوية معلومات وبيسألك فيها. القراءة متحررة المحتوى هنا الجملة بتقول الماء ثروة عظيمة تنافس الجميع على الحصول عليها، جعل الله تعالى منه كل شيء حي، فلا حياة لإنسان أو حيوان أو نبات بدونه، مفيش حياة لإنسان أو حيوان أو نبات من غير مية. فقطرة ماء تساوي حياة، فحافظ عليه ولا تسرف في استخدامه ولو كنت على نهر جاري. يعني حتى لو كانت كمية المية كبيرة زي نهر ما تسرفش في استخدام المية. تخير الصواب مما بين القوسين. أول حاجة جمع قطرة، قطارات، أقطار، قطرات. جمع قطرة إيه؟ برافو، جمع قطرة قطرات. 2 لا تسرف أسلوب أمر ولا نهي ولا نفي، لا تسرف أسلوب إيه؟ نهي. برافو. سؤال رقم 2، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وغلط أمام العبارة غير الصحيحة اللي هي الخاطئة. أول حاجة الماء سر الحياة، المية سبب الحياة، صح ولا غلط؟ طبعا صح. 2 الإسراف في استخدام الماء أمر محمود، حاجة كويسة جدا أنت تسرف في استخدام المية، صح ولا غلط؟ طبعا غلط. جيم ما واجبنا تجاه الماء كما فهمت من العبارة؟ طبعا أسئلة سهلة زي ما أنت شايف، إيه واجبنا تجاه المية؟ أن نحافظ عليها ولا نسرف في استخدامها. طبعا أنتوا شاطرين وأدي الإجابات للتأكيد مش أكتر، قطرات، أسلوب نهي، صحيحة خاطئة، أن نحافظ عليه ولا نسرف في استخدامه. من درس قطرة ندى وورقة شجر بيقول استيقظت الدنيا مع نور الفجر الفضي وملأ الجو نسيم رائع، تمايلت أوراق الشجر فرحة بميلاد يوم جديد. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى تمايلت، تمايلت معناها ارتفعت ولا اهتزت ولا سكنت؟ اهتزت. مضاد رائع، رائع معناها جميل، يبقى مضادها ايه؟ قبيح ولا باهت ولا قديم؟ طبعا قبيح.
جمع الدنيا الدنيات ولا الدنا ولا الدنون؟ جمع الدنيا الدنا. برافو. سؤال رقم ب، متى استيقظت الدنيا؟ امتى الدنيا استيقظت؟ الإجابة الصح امتى؟ مع نور الفجر الفضي. سؤال رقم د، لماذا تجمعت قطرات الندى؟ ليه قطرات الندى تجمعت؟ لتتأهب لبدء رحلتها إلى الأرض. وآدي الإجابات عشان نزداد تأكيد مش أكتر. اهتزت قبيح الدنا مع نور الفجر الفضي تتأهب لبدء رحلتها إلى الأرض. من موضوع كاد العطش يقتله، اقرأ ثم أعجب. يحكى أن رجلا كان يسير في الصحراء وقت الظهيرة، وقد توهجت حرارة الشمس فأحس الرجل بالظمأ. معنى الظمأ الشبع ولا العطش ولا التعب؟ ها، الظمأ معناها العطش. برافو. جمع وقت أوقات ولا أواقت ولا وقود؟ جمع وقت إيه؟ أوقات. متى كان يسير الرجل؟ الإجابة في الفقرة عندي وقت الظهيرة. إمتى كان الرجل ماشي؟ متى كان يسير؟ يبقى وقت الإيه؟ وقت الظهيرة. رقم ج، بماذا أحس الرجل؟ الرجل ده أحس بإيه؟ شعر بإيه؟ طبعا مكتوب عندي أحس الرجل بالإيه؟ بالظمأ، أو ممكن أقوله بالإيه؟ بالعطش. خريطة الكلمة، توهجت نوعها اسم ولا فاعل؟ توهجت فعل. طيب معناها إيه؟ ما توهجت معناها اشتدت حرارتها. طب مضادها عكسها إيه بقى؟ مضادها انطفأت. والجملة توهجت حرارة الشمس. وآدي عندي الإجابات عشان نتأكد. أول واحدة العطش، مين أوقات، ب وقت الظهيرة، جيم أحس طبعا بالظمأ أو بالعطش، توهجت النوع فعل معناها اشتدت حرارتها، مضادها انطفأت، والجملة توهجت حرارة الشمس. برافو. من نص النيل هو الكوثر، النيل العذب هو الكوثر، والجنة شاطئه الأخضر، ريان الصفحة والمنظر، ما أبهى الخلد وما أنظر. النيل هو الكوثر. هات من البيتين واحد مرادف أجمل، يعني عايز مرادف أجمل. إيه الكلمة اللي معناها أجمل؟ إيه الكلمة اللي معناها أجمل؟ يبقى هنا عمل العكس، ما جابليش الكلمة وقال لي هات معناها، هو جاب المعنى وبيقول لي هات الكلمة اللي بتديني المعنى ده. إيه الكلمة اللي معناها أجمل؟ طبعا عندي أبهى. اتنين، مضاد المالح، طبعا أنا ما عنديش كلمة مالح، وده هو جايب الكلمة وعايز عكسها منين؟ من الأبيات. مضاد المالح عندي الإيه؟ العذب. طيب مفرد شواطئه، ها شاطئه. برافو. يبقى هنا عملنا إيه؟ جاب المعنى وعايز الكلمة، جاب المضاد وعايز الكلمة، عمل العكس. ما بيقوليش مثلا هات مضاد العذب فأنا أقول له المالح، لا هو جاب هو المالح وعايز أنا أجيب له إيه؟ العكس. ما قاليش جمع شواطئه فانا اجيب له شواطئه، لا ده هو جاب الجمع وعايز الايه؟ المفرد. بيلخبطني يعني. بما شبه الشاعر نهر النيل، شبه الشاعر نهر النيل بنهر الكوثر في الجنة. يبقى بما شبه الشاعر نهر النيل شبهه بايه؟ شبهه بنهر الكوثر في الجنة. رقم ج، ما الجمال في النيل العذب هو الكوثر؟ حلو، تعبير جميل، شبه ماء النيل بماء الكوثر في الجنة. برافو. وآدي الإجابات كاتبينها مع بعض. أول حاجة أبهى، العذب، شاطئه. رقم ب، شبهه كأنه نهر الكوثر في الجنة وعلى ضفافه حدائق خضراء ذات أشجار وأزهار. رقم ج، تعبير جميل، يشبه ماء النيل بماء نهر الكوثر في الجنة. هنا عندي قطعة نحو بتقول: زاد بريق القطرة وتلألأ وجهها، ولمعت الورقة وزادت نضارتها، وصارت الورقة والقطرة شيئا واحدا، كم أنت عظيم يا رب. طبعا دي هو جايبها منين؟ من درس قراءة. تعال نشوف الأسئلة عليها إيه. حدد من الفقرة السابقة. واحد، ضمير مخاطب، عايز ضمير إيه؟ مخاطب. فاكرين ضمير مخاطب؟ ها، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. يبقى هنا اختار إيه؟ أنت. كم أنت عظيم، الجملة الأخيرة هي كم أنت عظيم يا رب أنت، أهي ده ضمير إيه؟ مخاطب. اتنين، عايز جملة فعلية. جملة فعلية بتتكون من ايه؟ فعل و وفاعل. برافو. زاد بريق القطرة، يبقى الجملة الفعلية زاد بريق القطرة، أو ممكن أقول ايه؟ لمعت الورقة، براحتك. رقم ثلاثة، كلمة بها لام قمرية، عندي الايه؟ القطرة. لام قمرية اللي هنا ايه؟ بنطقها القطرة أو الورقة، طبعا براحتك. رقم أربعة، أسلوب تعجب،
طبعا باينة قوي علامة التعجب اهي، كم انت عظيم يا رب، وحاطط علامة التعجب. رقم ب، اجب بما هو مطلوب بين القوسين، معلمون مخلصون، عايز ضمير مخاطب مناسب. طب معلمون دي مش جمع مذكر؟ في جمع مذكر بقول ايه؟ انتم. برافو. طيب رقم 2، انتم معلمات فاضلات. بعدين بيقول لي صوب الخطأ في الجملة، يعني هو جايبها فيها حاجة غلط وبيقول لي انا اصلحها، يعني هو قاصد ان هو يحط حاجة فيها غلط. انتم معلمات فاضلات. طب معلمات فاضلات ده مش جمع مؤنث؟ طب مجمع مؤنث بقول فيه ايه؟ انتن. يبقى انتن معلمات فاضلات. وادي عندي الاجابات مكتوبة، اول واحدة انت، 2 زاد بريق القطرة، 3 القطرة أو ممكن تقول الورقة، 4 كم أنت عظيم يا رب، رقم ب أنتم، رقم ج أنتن. قطعة نحو صغيرة جدا، تعال نشوف مكتوب إيه. المدرسة منارة العلم، يذهب التلاميذ إليها في الصباح. استخرج من الفقرة السابقة، يبقى مش هتجيب من دماغك، هتجيب منين؟ من الفقرة الصغنونة دي. عايز اسم، هختار ايه؟ المدرسة او التلاميذ او الصباح، براحتك. 2، عايز فعل، يذهب. برافو، يذهب. طيب 3، عايز حرف، هختار ايه؟ في، هختار في. طب عايز جملة اسمية، جملة اسمية. رقم 4 اهو جملة اسمية، هقول ايه؟ المدرسة منارة العلم. سهلة خالص، سهلة خالص. رقم ب، اكمل بما هو مطلوب امام كل جملة بما ياتي. نقط، طفل صغير وعايز اسم إشارة. طب طفل دي مش مفرد مذكر، يبقى اختار ايه؟ هذا طفل صغير. برافو. رقم 2، نقط، تلميذ نشيط وعايز ضمير متكلم. ضمير متكلم سهل خالص، ما فيش غير انا ونحن. طب هنا المناسب هختار ايه بقى؟ انا، يبقى انا تلميذ نشيط. رقم 3، نقط، عمال ماهرون وعايز ضمير مخاطب، يبقى جمع مذكر، عمال ده جمع ايه؟ مذكر. اختار ايه الجمع المذكر؟ انتم، انتم عمال ماهرون. برافو. رقم 4، نقط، طالبات مجتهدات، عايز ضمير غائب. فاكرين ضمير غائب؟ هو، هي، هما، هم، هن. هختار هنا ايه بقى؟ هن طالبات مجتهدات. يبقى انا بعمل ايه؟ انا بشوف الجملة واشوف اللي موجود بين قوسين اللي هو طالبه، وبختار على اساسه. رقم ج، تعال نشوف بتقول ايه. الجندي المصري يدافع عن وطنه. اجعل هذه الجملة الفعلية، هذه الجملة فعلية وغير ماذا. عايز الجملة دي تبقى فعلية. الجندي المصري دي جملة اسمية، هو عايزها فعلية. طب عشان تبقى فعلية لازم تبدأ بالايه؟ لازم تبدأ بالفعل، ادور على الفعل وابدأ بي واغير ماذا. يبقى بدل ما اقول الجندي المصري يدافع، اقولها يدافع الجندي المصري عن وطنه. وادي الاجابات عندي مكتوبه، اول حاجه قلنا الاسم مدرسه، فعل يذهب، حرف في، الجمله الاسميه المدرسه مناره العلم، والسؤال رقم ب، اول واحده هذا، 2 انا، 3 انتم، 4 هن. والجمله الاخيره حولناها لجمله فعليه، يدافع الجندي المصري عن وطني. وبكده نكون خلصنا التدريبات على الوحده الثانيه. بالتوفيق دايما ومع السلامه.